انتهت مؤسسة حياة كريمة من أعمال إحلال وتجديد منزلين بقريتي ديروط الشريف ومسار بمركز ديروط بمحافظة أسيوط. كما تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة منزل أمل إبراهيم عيد بقرية ديروط الشريف الآيل للسقوط، والذي تولت حياة كريمة رفع كفاءته وتحديثه. وتحملت المؤسسة تكاليف هدم وإعادة بناء تلك المنازل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي حمل على عاتقه مسؤولية تغيير حياة الملايين من المصريين من خلال مبادرة حياة كريمة. حياة كريمة ديت جت قامت بالبيت وبالمباني وبكل الحاجات الملزمة في البيت، سيراميك، بيبان، شبابيك، سباكة، بلاط، يعني قاموا معنا بكل اللي يقدر عليه وساعدونا وفيهم ألف بركة. ومشكرين لحياة كريمة ومشكرين لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. المنزل اللي ورانا هنا ده كان مبني بس كان يفتقر لجميع الخدمات والتشطيبات الأساسية، يعني المبنى كان على الطوب الأحمر، ما كانش فيه حمام كويس، ما كانش فيه مطبخ كويس، التشطيبات الكاملة لا محارة ولا دهانات ولا سيراميك. طبعا رصدنا الموضوع كمؤسسة حياة كريمة بشكل عاجل، اشتغلنا عليه في خلال تقريبا 3 أسابيع أو نقدر نقول شهر. احنا أنهينا كل التشطيبات الأساسية الخاصة بالمنزل اللي ورانا هنا، عملنا المحارة، عملنا الدهانات الخارجية والدهانات الداخلية، عملنا دورة المية بشكل كويس جدا. شفنا المنظر يعني غير صالح للاستخدام الآدمي. تواصلنا بقى مع باقي المسؤولين وكده، جه المقاول بص على ايه اللي محتاجه، اشتغلنا سيراميك ودهانات وكهرباء ونقاشه، وان شاء الله يعني النهارده تسليم البيت ده للسيده دي ومبارك عليها ان شاء الله. استلمنا البيت على الطوب الاحمر، كان بيفتقر لكل الموارد، يعني كان محتاج يعتبر بناء او ترميم. اشتغلنا عليه، بدأنا ان احنا اخذنا التعليمات الاول من المؤسسه، بعد كده بدأنا توجهنا احنا واعضاء الفريق، نزلنا البيت وشفنا البيت وعملنا معاينات، بعد كده بدأنا نشتغل عليه. طبعا احنا وفرنا كل الموارد، دخلنا كل الموارد للبيت.